ويست نيوز جريدة إلكترونية تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد النهار المبارك تم أداء اليمين القانونية وفق مجموعة من المقاولين الجدد اللي تعينوا في مدينة مكناس. نتمنى مسيرة موفقة للجميع وإن شاء الله نكون عند حسن المتقابلين إن شاء الله ومسيرة موفقة للجميع. ويست نيوز جريدة إلكترونية شاملة. ويست نيوز دائما قريبة من الحدث. أخبار محلية وطنية ودولية، قضايا سياسية واجتماعية، رياضة، ثقافة وفنون. ويست نيوز تغطية شاملة لجميع تظاهراتكم. تابعونا على الموقع www.westernnews.com.